وارضوا بالقسمة فرضاكم خير الأخلاق. أرهقتم أمتكم معكم شر الإرهاب. لا خير يكون لأمتنا إلا بوفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا أحصي ثناء عليه، فهو جل وعلا كما أثنى على نفسه جل ثناؤه وعظم جاهه، ولا إله غيره، له النعمة والفضل، له الثناء والمجد، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربنا جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم وكما آمنا به ولم نره، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا يا ربي بفضلك ورحمتك وكرمك حوضه الأصفى ونهره الكوثر، واسقنا منه بيده شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، حتى نستمتع بالنظر إلى وجهك في جنات النعيم، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، أزمة أخلاق سلسلة منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أقدمها لأمة الحبيبة بصفة عامة ولأهلنا في مصرنا الغالية بصفة خاصة، لأنني أعتقد اعتقادا جازما أن أزمة الأمة الحقيقية أزمة أخلاق. فلو فتشت في أي أزمة من الأزمات عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة لوقفت على أزمة الأخلاق. سامحوني أتعبت قلوبكم جدا كما تعب قلبي أنا أيضا في هذه الحلقات الماضية وأنا أتحدث عن النفاق في القرآن الكريم وفي السنة وفي الواقع. تحدثنا عن صفات المنافقين في القرآن الكريم، وتحدثنا عن خصال النفاق العملي في سنة النبي الأمين، وبعد أن حلقنا في فضاء وسماء راقية عالية ونحن نتحدث في المحور الأول والثاني، هبطنا هبوطا اضطراريا مؤلما لنقف على أرض الواقع. فأنا لا أحب أن أنظر أبدا بعيدا عن الواقع، ووقفنا على خصال النفاق العملي وعلمنا أننا جميعا بلا استثناء
في حاجة إلى هذه الدروس، وإلى أن يراجع كل واحد منا نفسه، وأن يعرض حاله وفعاله وأخلاقه وأقواله على هذه الخصال، وأن يستعين الكبير المتعال أن يطهره في قوله وعمله وحاله من أي خصلة أو صفة من صفات النفاق، إنه ولي ذلك ومولاه. أردت الليلة وفي الليالي القليلة المقبلة بإذن الله جل وعلا أن أتحدث عن بعض الأخلاق التي تشرح الصدر وتعين المؤمن والمؤمنة على القرب من الله سبحانه وتعالى وتثبته على هذا الطريق. فاسمحوا لي في الليالي المقبلة أن أتكلم في أخلاقيات جليلة كبيرة نحتاج إليها جميعا، ولا يمكن على الإطلاق أيضا أن نسعد في دنيانا وأخرانا إلا إذا تخلقنا بها. اسمحوا لي أن أتحدث الليلة عن خلق جميل كجمال اسمه، رقيق كرقة حروفه، عظيم كعظمة ثمرته. إننا الليلة على موعد مع خلق الاستقامة، فها هو رمضان قد أوشك على الرحيل، والأمة في هذه الليلة المرجوة تسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وتسأله سبحانه وتعالى القبول. وأرجو أيضا أن أذكرها في هذه الليلة الكريمة بأن تسأل الله عز وجل أن يعينها على الاستقامة على هذا المنهج الرباني والنبوي الذي أصلناه وذكرنا به بما فيه من أوامر ونواهي وحدود، لنستقيم على امتثال الأمر، لنستقيم على اجتناب النهي، لنستقيم على الوقوف عند حدود الله ورسوله. فلا سعادة لنا ولا كرامة إلا إذا استقمنا على طريق الطاعة الذي شرحناه وبيناه ووضحناه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأعظم الكرامة لزوم الاستقامة، فأعظم الكرامة لزوم الاستقامة. طيب ما هي الاستقامة؟ ما هي الاستقامة؟ الاستقامة لغة هي الاستواء والاعتدال. تقول استوى الظل، أي استقام واعتدل. استوى الجدار، أي استقام واعتدل. فالاستقامة هي الاستواء والاعتدال، والاستقامة اصطلاحا هي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. فهي دائرة على الأقوال والأعمال والأحوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق، وأن تستقيم الأعمال على الاتباع، وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص. هذا هو خلق الاستقامة، موضوع جليل وكبير، ولا ينبغي أن يتصور كثير من أحبابي وأخواتي أن الاستقامة مجرد كلمة يرددها عالم أو رجل من أهل الدعوة والفضل. الاستقامة دين كامل، بل غاية تدعو الله عز وجل أن يرزقك إياها في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء كنت تصلي فريضة أو نافلة. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذه هي الاستقامة. اسمع معي مرة أخرى التعريف الشرعي والاصطلاحي لمعنى خلق الاستقامة، هي لزوم الصراط المستقيم. هذا هو الصراط المستقيم، صراط الإسلام. روى أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ضرب الله مثلا، الله الله، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعليها سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس، أيها الناس، ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، ولا تعوجوا. وعلى رأس الصراط داع آخر: إذا أراد أحد هؤلاء أن يدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة على جنبتي الصراط التي أرخيت عليها السطور، إذا أراد أحد أن يدخل بابا من هذه الأبواب فيه داع آخر على الصراط، وعلى رأس الصراط داع ينادي عليه: ويحك، ويحك، لا تفتح، إياك أن تفتح هذا الباب، لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه. إيه المثل ده؟ إيه الكلام النبوي البليغ ده؟ ما المراد بهذا؟ اسمع، النبي هو الذي يفسر، النبي هو الذي يفسر هذه المعاني. قال عليه الصلاة والسلام: الصراط الإسلام. الله، الصراط الإسلام، يبقى هو هذا طريق الاستقامة، هذا هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اوعى السبل دي، ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام خط في الأرض خطا مستقيما، وأقرب الطرق وأقصر الطرق هو الخط المستقيم، فخط النبي عليه الصلاة والسلام على الرمل على الأرض خطا مستقيما بيده الشريف، وخط عن يمين هذا الخط وعن شماله خطوطا متعرجة معوجة. وقال عليه الصلاة والسلام بلغة الإيضاح النبوية البليغة: هذا صراط الله مستقيمة، أشار على الخط المستقيم وقال: هذا صراط الله مستقيمة، وأشار إلى الخطوط المعوجة والمتعرجة عن يمين وشمال وقال: هذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. يبقى خلي بالك، الصراط الإسلام، والسوران على جنبتي الصراط حدود الله، حدود الله، السوران حدود الله، هذا هو الطريق وهذه حدود، اوعى تتجاوز هذه الحدود، لا تتخطى هذه الحدود. والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة في السورين التي عليها السطور المرخاة محارم الله، محارم الله. والداعي على رأس الصراط، يعني على أول الطريق، القرآن، القرآن اللي بينادي: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، ينادي بالاستجابة لله وللرسول، ينادي بالأمر بالطاعات باجتناب المعاصي والذنوب والسيئات، ينادي بالوقوف على الحدود، ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، كتاب الله. طيب، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. إذا أراد المسلم على هذا الطريق أن يدخل بابا من هذه الأبواب، من باب المحارم، يريد أن ينتهك حرمة من حرمات الله، ينادي عليه هذا الداعي، هذا الواعظ في قلبه، لا يسمع عالما ولا يرى داعيا، بل يسمع نداء ينطلق من أعماق قلبه، من أعماق نفسه، ينادي عليه يقول: ويحك، ويحك، لا تفتح، لا تفتح هذا الباب من أبواب المحارم، لأنك إن فتحت ولجت، أي دخلت، وإن دخلت وقعت في المحارم، وقعت في الحرام. هذا الواعظ هل تسمع صوته؟ لا زال ينادي عليك مع كل معصية: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هل لازلت تسمع هذا الواعظ؟ هل لازلت تسمعه؟ لا، ما عدتش بسمعه. فين الواعظ ده؟ هل تذكر أنه كان ينادي عليك مع كل معصية ترتكبها؟ نعم أذكر،
أذكر هذا الصراع النفسي الرهيب، وهذا النداء الذي يزلزل أعماقي، وهذا الخطاب الذي يشعرني بالخجل والتأنيب. نعم كنت أسمعه، لكنني لا أسمعه الآن. أنت صادق، لأنك خنقت أنفاسه، لأنك حبست صوته، لأنك تجاهلت نداءاته المتكررة، لأنك أهملته فلم يعد ينادي عليك. وإن نادى ولو صرخ بأعلى صوته في أعماقك فأنت لن تسمعه، لن تسمعه، لأن القلب قسى وغلف بالران. حتى حجب هذا القلب عن الله سبحانه وتعالى فلم يعد القلب يسمع، لا يسمع صوت الواعظ الذي يصرخ في أعماقه وينادي من داخله، فضلا عن أن يسمع صوت العالم أو الداعي الذي يذكره في بيت من بيوت الله أو عبر فضائية من الفضائيات أو في مقال من المقالات. خلاص أنت حبست أنفاس وصوت هذا الواعظ في قلبك، فلم تعد تسمع نداءه ولم تعد تسمع صراخه، وهو الذي لا زال يصرخ عليك ويصرخ فيك وينادي عليك مع كل زلة ومع كل نظرة محرمة ومع كل كلمة غيبة ومع كل كلمة نميمة ومع كل أكلة حرام ومع كل شربة حرام ومع كل معصية ترتكبها في حق الله. ظللت تخنق أنفاسه حتى لم يعد له صوت، أو إن شئت فقل حتى صرت لا تسمع صوته ولا تسمع نداءاته المتكررة. ارجع معي لتعريف الاستقامة، لزوم الصراط المستقيم. ها هو الصراط المستقيم، ها هو الطريق، قرآن وسنة بفهم السلف رضي الله عنهم، فهم السلف الصالح، لأنهم أفهم الناس لمراد الله، هم الذين يبينون الحق، يبينون لنا الحق على مراد الله ورسوله، لأنهم أعلم الناس بمراد الله ورسوله بنص القرآن. ليس هذا اجتهادا مني أنا أو من أي عالم، بل بنص القرآن. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. من المراد بالمؤمنين في الآية؟ باتفاق جماهير المفسرين من الأمة كلها المراد بالمؤمنين في هذه الآية، بل والمراد بالمؤمنين في أي آية في القرآن الكريم المراد بهم ابتداء هم الصحابة، هم السلف الصالح رضي الله عنهم، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء أعلم الناس وأفهم الناس لمراد رب الناس وسيد الناس صلى الله عليه وسلم. تنبر معي أخي الفاضل، الاستقامة لزوم الصراط المستقيم، لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. فالاستقامة دائرة على الأقوال والأعمال والأحوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق، هي دي الاستقامة، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق وأن تستقيم الأعمال على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص. تبدأ الموضوع كده صعب يا عم الشيخ. عرف الاستقامة سلفنا الصالح تعريفات رائعة في كلمات قليلة. قال أبو بكر صديق الأمة: أعظم الأمة استقامة وأعظم الأمة كرامة. فهو الولي الأول في الأمة كلها، هو الولي الأول في الأمة كلها. فنحن نؤمن بالأولياء، نؤمن بوجود الأولياء،
ونؤمن بوجود كرامات الأولياء، نعتقد ذلك اعتقادا راسخا، بل نعتقد أن كرامة الولي من معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، دليل على نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن من هو الولي؟ الولي هو المؤمن التقي. قال الرب العلي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فنحن نؤمن بوجود الأولياء ونؤمن بوجود كرامات الأولياء ونعتقد ذلك اعتقادا جازما. فالولي الأول في الأمة كلها هو الصديق، أعظم الأمة استقامة وأعظم الأمة كرامة رضي الله عنه. ماذا قال في الاستقامة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: الاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا. يا الله، ده رد الاستقامة ردا كبيرا، رد الاستقامة إلى الأصل الأول الذي لا يمكن أن تتحقق على الطريق استقامة بدونه. قال الحافظ ابن رجب في كلام بديع: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. ده تفسير لكلام أبي بكر رضي الله عنه: الاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا. لا يمكن أن تتحقق الاستقامة بدون تحقيق التوحيد، لا يمكن أن تكون هناك استقامة إلا إذا نبذنا الشرك كله، إلا إذا طهرنا القلوب وأخلينا القلوب قبل التحلية. لا بد من التخلية قبل التحلية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، إذ لا بد من التخلية للقلب قبل التحلية. قبل أن يشرق نور الإيمان في القلب لابد أن نطهره، لابد أن نخليه من أي صورة من صور الشرك كله. فالاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا. فأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على توحيد الله جل وعلا. فإن استقام القلب على التوحيد استقامت كل الجوارح على طاعة العزيز الحميد، لأنني ذكرت أن القلب هو الملك. فإن استقام الملك استقامت الجنود، وإن خبث الملك خبثت الجنود، كما قال أبو هريرة: القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه. فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. فهو القائد والجوارح جند له وخدم، وهو الملك والأعضاء تبع له وحشم. إذا صح صح البدن كله، وإذا فسد فسد البدن كله، كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أصل الاستقامة أن نحقق التوحيد وأن نبتعد عن الشرك، عن الشرك الأكبر والأصغر. الشرك الأكبر هو شرك الرجاء، شرك المحبة، شرك الدعاء، شرك الخوف، أن تتخذ من دون الله أندادا أو مع الله أندادا أو أربابا أو آلهة باطلة مكذوبة مدعاة. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ويخافه ويحبه كمحبة الديان. هذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة باتفاق علماء الأمة. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الشرك الأكبر لا يغفر أبدا إلا إذا خلع صاحبه رداءه على عتبة التوحيد والإيمان، وتزي بزي التوحيد والإيمان،
والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه شرك الدعاء أو يرجوه شرك الرجاء، ويخافه شرك الخوف، ويحبه شرك المحبة كمحبة الديان. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا يخاف أولياء الشيطان، وإنما يخاف الرحيم الرحمن. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي أولياء الشيطان، ولا يخوف أولياء الرحمن. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن يخاف الله جل جلاله، ويحب الله جل جلاله، ويرجو الله جل جلاله، ويدعو الله جل جلاله. أما الشرك الأصغر فهو الرياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وغيره بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم النفاق والرياء، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تدبروا معي أيها الأحبة، قال عمر بن الخطاب، يبقى هذا تعريف الصديق للاستقامة. طيب ماذا قال عمر؟ يا سلام، كلنا نحتاج إلى تعريف عمر رضي الله عنه. أعظم الأمة استقامة بعد أبي بكر. خلي بالك كل كلمة أنا ما بقولهاش لتضيع الوقت، لا والله، بل لها مغزى ولها معنى ولها مراد. أعظم الأمة استقامة بعد أبي بكر هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل يكاد العقل واللب يطيش ويطير أمام استقامة هذا الرجل الذي قدم الاستقامة في أنصع وأطهر صورها في امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بصورة تذهب اللب، بصورة تذهب اللب. لقد استقام عمر وعلى طريق الاستقامة إلى حد، إلى حد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أوه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا وتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر. ما رآك الشيطان يوما تمشي في طريق إلا وترك الشيطان هذا الطريق كله. لا يمكن على الإطلاق أن يسلك الشيطان طريق أعظم الأمة استقامة على طريق الله بعد صديقها الأكبر أبي بكر رضي الله عنه أبدا. الشيطان لا يمشي مع عمر في طريق، إذن لا تتصور أبدا أن يأتي إلى عمر في بيت أو في مكان الشيطان يخاف أن يمشي مع عمر في طريق يمشي فيه، بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، بل وهو الذي قال له: إن الله جل جلاله أجرى الحق، إن الله أجرى الحق على لسان عمر وقلبه. يبقى الحق يجري بفضل الله وبتوفيقه على قلب ولسان عمر. القلب مليء بالحق واللسان مغرفة، مغرفة لهذا الحق، أنه لابد أن تعلم يقينا أن اللسان مغرفة القلب، فما يخرج من لسانك اعلم يقينا أنه ما في قلبك. ما الذي يخرجه لسانك؟
العفاف، الدين، التقى، الإيمان، القرآن، الذكر. اعلم يقينا، خذ هذه البشرى الليلة وهي ليلة مرجوة، خذها مني، اعلم يقينا أن ما يردده لسانك هو ما يمتلئ به قلبك. فالقلب مغرفة اللسان، فاللسان مغرفة القلب، يخرج وينتزع ما في القلب. فإن تردد على لسانك الخير والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقرآن والاستغفار والدعاء إلى غير ذلك، فاعلم بأن قلبك مليء بالذكر والقرآن والاستغفار والدعاء، مليء بالخير كله. وإن ردد لسانك البذاءة والكذب والغيبة والنميمة والنفاق في أقوال النفاق والرياء في أقوال الرياء وشهادة الزور إلى غير ذلك من الشتائم والقذف والسب والشتم، اعلم يقينا، اعلم يقينا أن قلبك مليء بهذه الأوبئة ومليء بهذه الداءات وبهذه النجاسات وبهذه الأمراض. فلسانك يغرف ما يحمله قلبك من خير أو من شر، من نور أو من ظلام، من حق أو من باطل، من هدى أو من ضلال، من تقوى أو من فجور. اعلم يقينا أن اللسان مغرفة القلب. يقول عمر رضي الله عنه الذي أجر الله الحق على قلبه ولسانه، إن الله تعالى أجر الحق على لسان عمر وقلبه، تدبر معي، وهو يعرف الاستقامة تعريفا بديعا. فيقول عمر، وهذا تعريف عمر رضي الله عنه، يقول الاستقامة هي أن نستقيم على طاعة الله وألا نروغ روغان الثعالب. يا الله، ما بلاش روغان بقى. الأونت ينفع بعد الحلقة تقلب على فضائية تانية عشان تشوف فيديو كليب؟ ماذا روغان الثعالب؟ ينفع بعد الحلقة تدخل على موقع إباحي من المواقع القذرة الداعرة الفاجرة؟ هذا روغان الثعالب. ينفع بعد الحلقة تكذب أو تغتاب أو تتحرك بين المجالس بالنميمة؟ ينفع بعد ما سمعت عن الله جل جلاله هذا الكلام الذي تتصدع له الجبال وتخشع له الحجارة؟ ينفع بعد ذلك تتجرأ على الله تبارك وتعالى في المحارم، في انتهاك الحرمة وفعل الحرام إن كنت في الخلوة؟ هذا روغان الثعالب. يا الله، ده الأرض كلها تعالب، ده الأرض مليانة تعالب لهذا الروغان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لهذا الغبش العقدي والفكري والتعبدي والأخلاقي والسلوكي. روغان ثعالب، وجوه متعددة وأقنعة مزيفة مختلفة. يجلس المجلس الفلاني فيحمل وجها ويلبس قناعا ويخرج منه ليجلس في مجلس آخر بوجه جديد، بقناع جديد، في البيت بوجه، وفي الوظيفة بوجه، وفي الشارع بوجه، وفي المصنع بوجه، وفي سيارتي بوجه، وإن كان في الخلوة بوجه. إن الليل وإن إليه راجعون. هذه ليست استقامة يا إخواني، هذه ليست استقامة، بل هذا روغان الثعالب. كثير منا ولا حول ولا قوة إلا بالله يروغ روغان الثعالب، لا يستقيم على طريق الحق والهدى والخير، بل يروغ وهو يعلم أنه يروغ روغان الثعالب. فهو في كل يوم بوجه وعلى حال، وفي كل ليلة بوجه وعلى حال. احذر روغان الثعالب، احذر أن يأتيك ملك الموت وأنت في هذا الروغان والزوغان. احذر، أنت لا تدري متى سيأتي ملك الموت. لما لا تستقم على طريق الهدى؟ لماذا تروغ عن طريق الهدى وقد عرفته؟ فهذا ديدن وأهل النفاق عياذا بالله، عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي. هذا ديدن وأهل النفاق، قلوب المنافقين عرفت ثم أنكرت وأبصرت ثم عميت. يا أخي خلاص، أنت عرفت طريق الهدى وعرفت طريق الاستقامة في رمضان، صمت النهار وقمت الليل
وقرأت القرآن ينفع تفرط في هذا النور؟ ينفع تعيش تاني في الظلام؟ ينفع تترك هذا الخير؟ ينفع تتخلى عن هذا الفضل الذي تفضل به عليك ربك جل جلاله؟ أسألك بالله، قل آمنت بالله ثم استقم. أسألك بالله، قل آمنت بالله ثم استقم. أسألك بالله يا أماه ويا أختاه ويا ابنتاه، قولي آمنت بالله ثم استقيمي على هذا الطريق، على طريق النور، على طريق السعادة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. والله إنها الحياة الأبدية السرمدية في جنات النعيم، بصبر ساعات قليلة في دنيا زائلة ثانية، ما هي إلا لحظات، أقول لحظات لا أقول سنوات بل لحظات. وسنلقى الله عز وجل غدا، نلقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. نعم الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر. قل آمنت بالله ثم استقم، وصية النبي لنا في هذه الليالي الكريمة المباركة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي لفظ لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال عليه الصلاة والسلام في بلاغة نبوية منقطعة النظير: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم، لا ترغ روغان الثعالب، لا ترغ روغان الثعالب. الثعلب يروغ ويمكر، يظهر الموت وهو حي، ويظهر الحياة وفي الحقيقة ميت. دعك من هذا الروغان، الاستقامة أن نستقيم على طاعة الله جل وعلا، وألا نروغ روغان الثعالب. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه الحيي الكريم المستقيم على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي قال له النبي: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، يعرف الاستقامة تعريفا رائقا فيقول رضي الله عنه: الاستقامة هي الإخلاص، أن تخلص لله جل وعلا في قولك، في عملك، في حالك. خلاص، هذا سر القبول، ولا يقبل منك عمل إلا بالإخلاص، بشرط أن يكون العمل على هدي سيد الناس صلى الله عليه وسلم. والإخلاص تحدثنا عنه ولو كان باختصار شديد تصفية العمل، أقصد عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، كلها معاني تدور في حلقة واحدة لا تتناقض ولا تتصادم. ردنا مرة أخرى إلى الأصل الأول، ألا نشرك بالله شيئا، وأن نبتغي بأعمالنا وأقوالنا وأحوالنا وجه ربنا سبحانه وتعالى. فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، إلى غير ذلك من الأدلة. قال علي: أسد الله الغالب، علي بن أبي طالب، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، والذي شهد له النبي بهذه الشهادة. فقال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ماذا قال علي في تعريف الاستقامة؟ عرفها أيضا تعريفا جامعا بديعا، فقال رضي الله عنه: الاستقامة هي آداء الفرائض، لأنه لا يتقرب العبد إلى الله بشيء أحب إليه مما افترضه عليه جل وعلا، كما قال في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا، اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين، من عادى لي وليا
فقد آذنته بالحرب. الذي يعادي أولياء الله، ولطالما قلت ذلك ولطالما رددت ذلك سنوات عديدة، الذي يعادي أولياء الله الذي يحاربه رب العالمين، والذي يعلن الحرب عليه مالك الملك وملك الملوك. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي فقد أعلنت عليه الحرب. من يقدر من أهل الأرض على حرب الله جل جلاله؟ من؟ لا أحد. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض من أعظم القربات، بل هي أعظم القربات وأعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد المستقيم إلى رب الأرض والسماوات. صعبت علينا الموضوع يا شيخ محمد، وفي أول حلقة قلت لنا أن أنت عاوز يعني تخفف علينا بقى بعد حلقات النفاق، وإحنا شايفين الموضوع صعب قوي. الاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا، الاستقامة هي ألا نستقيم على طاعة الله وألا نرغر وغنى الثعالب، الاستقامة هي تحقيق الإخلاص، الاستقامة هي أداء الفرائض. موضوع ليس بالسهولة التي يعني قدمت لنا بها الموضوع. أبشر أيها الموحد، وأبشري أيتها المؤمنة، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، يعلم أننا لن المستقبلية، يعلم أننا لن نستطيع أن نحقق الاستقامة على كمالها كما بينت الآن أبدا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، وخذ هذه البشرى الثانية في هذه الليلة الكريمة، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والطبراني وابن ماجة والبيهقي وغيرهم من حديث ثوبان، قال بأبي وأمي وروحي: استقيموا استقيموا ولن تحصوا. مش هتقدروا، سبحان الله، مش هتقدروا تحققوا الاستقامة تحقيقا كاملا. استقيموا ولن تحصوا. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. طب دي الرواية، خلي بال حضرتك، استقيموا ولن تحصوا، أي لن تحققوا الاستقامة تحقيقا كاملا كما بينت الآن، لأننا لسنا ملائكة بررة، لسنا ملائكة بررة، إنما بشر، فينا الإقبال والإحجام، فينا الخير والشر، فينا الطاعة والمعصية، فينا الفجور والتقوى، فينا الهدى والضلال، فينا الخير والشر. أنا لا أستطيع ولا يستطيع أي أحد أن يحقق الاستقامة بالتأصيل الذي أصلت على مراد الله ومراد رسوله. استقيموا ولن تحصوا. طب والحل؟ ما العمل إذن؟ اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم يجيبك إجابة نبوية بليغة، فيقول بأبي وأمي وروحي كما في صحيح مسلم، كما في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: سددوا. والسداد هو الاستقامة الكاملة. السداد لغة هو لزوم الصراط المستقيم. سددوا. طب ما نقدرش يا رسول الله، فهو القائل ولن تحصوا. خلي بالك من البشرى الثالثة، سددوا وقاربوا. وقاربوا أي إن لم تستطيعوا أن تحققوا السداد والاستقامة ولن تحصوا ذلك، فقاربوا، قاربوا من الاستقامة، اقتربوا منها، اجتهدوا. إن أمركم الله ورسوله فأتوا من هذه الأوامر ما استطعتم، وإن نهاكم اجتنبوا النهي، ابتعدوا عن النواهي، ابتعدوا عن المحارم، لا تدخلوا هذه الأبواب، أبواب المحارم. لكن الأوامر كثيرة، لا يستطيع كل مسلم أن يمتثل كل أمر وأن يحققه تحقيقا كاملا على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ فليقارب، فليقترب من السداد، من الاستقامة،
ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فاتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم، سددوا وقاربوا وأبشروا، سددوا وقاربوا وأبشروا، إن قاربت فأبشر. واعلموا، أربع أوامر عجيبة نبوية، سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا. خذ البشارة الرابعة دي، واعلموا ماذا؟ واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. الله، الله على الفضل، اللهم لك الحمد على فضلك، على فضلك، هذا فضل. ده النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الأمة استقامة، هو الذي يقول واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. لا تتوهم أنك عملت وأديت ما يدخلك الجنة، لا، أنت قاربت فقط، أنت لم تستطع السداد فقاربت فقط، وكن على يقين بذلك أنه لولا فضل الله ولولا رحمة الله لهلكنا جميعا ولخذلنا جميعا. والله الذي لا إله غيره لموضع صوت واحد منا في الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها، بعمله كله من لحظة أن كلف إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. سبحان الله، لن يدخل، واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. والباء هنا كما قال علماء اللغة باء العوض، باء العوض، ولا تعارض بين هذه الباء وبين قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فلا تعارض بين الباءين. فالباء في الحديث هي باء العوض، والباء في الآية هي باء السببية، أي جعل الله العمل سببا لدخول الجنة، وهذه باء لها حكمها وهذه باء لها حكمها، فلا تعارض. فالحق يخرج من مشكاة واحدة، القرآن وحي والسنة المطهرة وحي. سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. بشريات جميلة. ما العمل إذن؟ العمل أن نجتهد في الاستقامة على منهج الله ورسوله، في الاستقامة على الأخلاق الكريمة، في الاستقامة على العمل الصالح للدين وللدنيا. فنحن لا نفرق أبدا بين العمل للدين والعمل للدنيا أبدا، هذه تفرقة موهومة لا أصل لها في كتاب ولا في سنة. لا نفرق نحن المؤمنين بين العمل للدين وبين العمل للدنيا. فالعمل للدين إن صحت فيه، العمل للدنيا إن صحت فيه النية وكان عملا على شرع سيد البشرية فهو عمل للدين يرضى عنه رب البرية سبحانه وتعالى، بل ويجني العبد ثمرة هذا العمل في الآخرة حتى ولو كان للدنيا، حتى ولو كنت في فراشك مع زوجتك في الحلال الطيب. نعم أيها الأفاضل، وسائل سريعة جدا نستعين بها بعد الحق تبارك وتعالى على الاستقامة على طريق الطاعة، على تحقيق هذا الخلق النبيل الجليل الكريم. أعظم هذه الوسائل أن نصدق في طلب العون من الله جل وعلا أن يعيننا على آداء ما يرضيه عنا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يوما: يا معاذ والله إني لأحبك. النبي اللي بيقسم بقول يا معاذ والله أنا بحبك، مش معاذ اللي بيقول للنبي يا رسول الله والله أنا بحبك، لا، ده النبي اللي بيقول له يا معاذ والله إني لأحبك. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ووالله إني لأحبك. فقال المحب لحبيبه، قال الرسول لمعاذ: فلا تدعن
جبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاستعن بالله جل وعلا، اطلب العون منه أن يعينك على الاستقامة وأن يثبتك على طريق الاستقامة، على طريق الطاعة، على الطريق المستقيم، وأنت تدعو الله كل يوم اهدنا الصراط المستقيم. أيضا كن معتدلا، لا إفراط ولا تفريط، لأنك لن تقدر أبدا أن تظل متشددا على نفسك، لن تستطيع. إن نجحت في ذلك عاما فلن تقدر في العام التالي، وربما يكون تفريطك وتفلتك أخطر مما كنت عليه قبل أن تكون متشددا متزمتا. فالمتشدد المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالتنطع ليس من الدين، بل الدين وسط ويسر واعتدال، لا إفراط ولا تفريط، بل الإفراط يعادل التفريط في دين النبي عليه الصلاة والسلام. لا يطلب منك إفراط ولا تفريط. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إلا غلبه الدين. فسددوا أي استقيموا، طيب ما نقدرش، وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أي إن تعبت من عبادة في وقت من الأوقات استرح، اترك هذه العبادة ما لم تكن العبادة قد حدد لها الشرع وقتا لابد أن تؤديها فيه، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكنك مثلا أردت أن تقرأ القرآن في ليلة من الليالي، وألزمت نفسك بقراءة 10 أجزاء أو 5 أجزاء، وبعد جزء أو جزئين لم تعد قادرا ولا تستطيع، لا تلزم نفسك ولا تقهر نفسك، بل اترك قراءة القرآن، اترك هذه العبادة في هذا الوقت، وانشغل بعبادة أخرى تستطيع النفس أن تتجاوب معها كالذكر مثلا، بل كالخروج من البيت كله لزيارة أرحامك هذه عبادة، لزيارة أخ لك في الله هذه عبادة، تروح بها عن نفسك. أنت قطعت عبادة لتدخل في عبادة أخرى ترغبها النفس، لا حرج، استعينوا بالغدوة الصباح الباكر. طيب من لم يتيسر له أن يعبد الله في هذا الوقت فليذهب إلى وقت آخر في الروحة، أي في وقت المساء. من لم يستطع في أول الليل أو في آخر النهار فعليه بالدلجة بظلام الليل، هذه أوقات مختلفة، يستطيع المسلم العاقل والمسلمة العاقلة أن تنوع أوقات العبادة وأن تختار لنفسها الوقت الذي يتناسب مع نفسها وقلبها وإقبالها على ربها جل وعلا، حتى لا يترك المسلم أو تترك المسلمة عبادة الله، وإنما تنتقل من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة بلا إفراط ولا تفريط، وإنما بقصد واعتدال. دخل النبي يوما كما في الصحيحين من حديث أنس، دخل المسجد النبوي فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، أي بين عمودين، حبل مشدود بين عمودين، فقال: ما هذا الحبل؟ فقالوا: إنه حبل لزينب بنت جحش رضي الله عنها. يا إلهي، حاجة تخلي الواحد يعني يخجل من نفسه، سيدة زينب ربط حبلين، ربط حبل بين عمودين عشان تقف في الصلاة، فإذا تعبت من القيام تتعلق بالحبل لتلزم نفسها على القيام بين يدي ربها. انظروا إلى هذا. فلما رآه الحبيب قال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب تتعلق به إذا فترت، إذا تعبت. فقال: بأبي وأمي، حلوه، حلوه. ثم قال المعلم عليه الصلاة والسلام: فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، ينام،
لا يلزم نفسه بهذا ولا يقهر نفسه على مثل هذا. فليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. وأنتم تعلمون قصة الثلاثة الذين جاءوا يسألون في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام عن عبادته. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه؟ فقال أحدهم: أما أنا أصلي الليل ولا أرقد أبدا. وقال الثاني: وأما أنا أصوم النهار ولا أفطر أبدا. وقال الثالث: وأما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قولهم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اعتدال نبوي رائع. يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه الجميل: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي. الدنيا مش محرمة يا إخوانا، ده الدنيا مزرعة الآخرة. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا هو الفهم النبوي الرائق. ثم التدرج واحدة واحدة، لا تقهر نفسك ولا تلزم بما لا تقدر عليه حتى لا تترك كل شيء. فأنا دائما أقول: فلنقارن بين الممكن والمتاح حتى لا نفقد الممكن والمتاح. لابد أن نكون أذكياء حكماء. التدرج، شرح الله صدرك في هذا العام وفي هذا الموسم للإقبال على الطاعة والاستقامة والالتزام. لا تقهر نفسك على فعل الطاعات والعبادات بما لا تقدر أنت عليه حتى لا تترك العبادات كاملة، النوافل والفرائض. أردت أن تواظب على قيام الليل، واظب على قيام الليل، لكن لا تقهر نفسك مثلا أن تقيم الليل مثلا بخمسة أجزاء أو بعشرة أجزاء. لا، صلي 11 ركعة ولو بآيات قليلة في كل ركعة حتى لا تحرم نفسك فضل قيام الليل الذي تفضل الله به عليك في رمضان. كنت تقرأ القرآن في رمضان، رمضان شهر لا نظير له ولا مثيل له، وفيه من الأريحية والإقبال على الطاعة بفضل رب البرية ما لا يتوفر في أي شهر آخر. فلا تقهر نفسك بعد رمضان بما كنت تلزم به نفسك في رمضان بصورة لا تقدر عليها أنت في غير هذا الشهر الفضيل، حتى لا تترك الأصل والفرع، حتى لا تترك الفرض والنفل. وإنما كن متدرجا، كن متدرجا حتى تستقيم نفسك على طاعة الله تبارك وتعالى بما لا تشعر فيه السآمة ولا تستشعر معه الملل. لما رأى عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز والده لا يلزم الناس بالحق جملة واحدة ولا دفعة واحدة، أقبل إليه وهو يستريح في فراشه وقال: يا أبتي. عبد الملك بيقول لعمر بن عبد العزيز، كان شاب سنه 16 سنة، بيقول له: يا أبتي، لما لا أراك تحمل الناس على الحق جملة واحدة؟ والله لا أبالي إن غلت القدور بي وبك في الله. يعني لو مزقت أنا وأنت لا أبالي ما دمنا نقدم أرواحنا لله جل وعلا ولنصرة دين الله. فقام عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد المبارك المسدد الفقيه العالم الحكيم، ونظر إلى ولده المبارك الذي يعينه على طاعة ربه، نظر إليه وقال: يا بني جزاك الله خيرا، يا بني إني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدع الحق جملة واحدة. هذا منطق الفقهاء العلماء الحكماء: يا بني إني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدع الحق جملة واحدة. فإن الله جل وعلا ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة. هذا هو التدرج. ثم الاستعانة بعد الله سبحانه وتعالى بأهل الاستقامة، بأهل الطاعة، بصحبة الأخيار،
بصحبة الأبرار، فأولياء الله، أولياء الله من تذكرك وجوههم بالله جل وعلا. الولي هو من إذا نظرت إلى وجهه ذكرت الله وتذكرت الله وتذكرت رسول الله وتذكرت العمل الصالح. والشقي وشيطان الإنس هو من إذا رأيته تذكرت المعصية وأزك عليها وأعانك على فعلها. أما الولي هو الذي تذكرك رؤياه بالرب العلي وتعينك كلماته وأقواله وأفعاله على طاعة الله وعلى طاعة رسوله الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أوليائه. صحبة الأخيار، هناك ناس تتحول المحن بين أيديهم إلى منح، فاصحب هؤلاء يعينوك على سلوك سبيل الاستقامة. انتهى الوقت ولا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، ونحن إن شاء الله تعالى أيضا على موعد غدا مع خلق النبيل جميل نحتاج إليه جميعا بلا استثناء. أسأل الله جل وعلا في هذه الليلة الكريمة المرجوة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه أم المؤمنين عائشة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم اجعلنا من المقبولين واجعلنا من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جنانك، ولا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك في هذه الليلة المرجوة الكريمة أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تفرج كروبنا وأن تكشف همومنا وأن تزيل غمومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم وأسكننا به الحلل، اللهم وألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم اهدي أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم إني أسألك في هذه الليلة أن ترحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إني أسألك في هذه الليلة الكريمة أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أذهب آلامهم، اللهم جدد آمالهم، اللهم أذهب آلامهم، اللهم جدد آمالهم، اللهم عافهم واعف عنهم، ولا تخلع عنا ولا عنهم ثوب العافية والعفو يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، وفرج كربهم واكشف همهم ومكن لهم يا أرحم الراحمين، ونجهم من الظلم والظالمين والفساد والمفسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن، اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن، اللهم فرج كربهم واكشف همهم ومكن لهم يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا وأتمم عليهم النصر والتمكين يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء أهلنا في العراق وفرج كربهم واكشف همهم وأزل غمهم وطهر بلادهم من كل محتل غاصب يا أرحم الراحمين. اللهم طهر بلاد المسلمين، اللهم حرر الأقصى الأسير، اللهم حرر الأقصى الأسير، اللهم حرر الأقصى الأسير، اللهم رده إلى المسلمين ردا جميلا، اللهم رده إلى المسلمين ردا جميلا. اللهم أبرم لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة،
ويهتدي فيه أهل المعصية. اللهم ارزق مصر الحكام الصالحين المصلحين، وارفع عنها الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأزمة ليست في مال أو في الأرزاق، ليست في الحظ كما زعموا أو في الإملاء،